شد واحد في الوكاله اللي يحقرني هذا علي انا يقدر يحقرني كيف يكون مجهز في الجنه ان شاء الله الله يجزاك خير صلاه بحفظكم الله شكرا معك زينب شاهد السياحة والأسفار متواجدة في العاصمة حضرنا اليوم في الورشة هذه تكلمنا على ما شاء الله تكلمنا على الفنادق تكلمنا على المزارات باش هذا المؤتمر يعني يلقى روحه نطرحوا في العمراء يعني في كل الجوانب الحمد لله وصلت ما شاء الله كان حضور تاع وكالة الله يبارك يعني ما شاء الله كان كاين حضور أكثر شيء يعني اللي وصلنا له لهنا يعني هي كانت الحجز عن طريق المنصة اللي ماش تكون يعني شغل عن طريق الرقمنة الله يبارك يعني هذا ما نساوش كان الغلطات يعني حاجة الله يبارك حاجة تفرح بارك الله فيهم نعطيهم صحة على الانيسياتيف اللي داروها بارك الله فيكم السلام عليكم معكم ربينا عبد الحكيم احنا مؤسسة نعمل في السياحة الالكترونية تكنولوجيا الأصفار منصة الحجوزات والوكالات السياحية نقص لقاء اليوم تكتل منصة الحجوزات كان لقاء مثمر وغرض تحقيق مسلمة العمراء للعمل جماعيا وتوفير أحسن الخدمات لضيوف المحافظة.